اسم باتشي اسم عريق كلنا منعرفه، مرافقنا من حوالي 40 سنة بكل مناسباتنا الصغيرة والكبيرة، واليوم موجود بأكثر من 27 دولة حول العالم. اليوم مشاهدينا رح نتعرف على مجموعة المولود الجديد من باتشي مع ضيفتنا. برحب بريجيت الداهر عزار، أهلا وسهلا فيك بريجيت. حضرتك مسؤولة عن تصميم مجموعة باتشي بيبي، واليوم قبل ما نحكي عن ثيمز المعروضين عندنا باستوديو بدنا نحكي شوي عن شعار ماركة باتشي اللي هو هارت ميد. شو بيعني هالعنوان وكيف بيأثر على تطوير ماركة باتشي بيبي؟ هارت ميد هو السلوغان اللي تبعه باتشي من تقريبا سنتين. وقت اللي حدا بيروح ليشتري مثلا ارانجمون شوكولا عند باتشي بحط افور وبيفتش على احلى هديه معقول تعجب هالشخص يلي عم بيهديه، وهالشي بيجي بينبع من القلب. وزيت الشيء بيطبق على الام او يلي بتكون ناطره مولود جديد، او الكوب يلي رح يتجوز، العروس يلي بتجي تعمل ضيافه عرسها، بيجوا بيفوتوا بكل ديتاي، بيسألوا عن الأشكال الألوان الموجودة، البوسيبيليتيز اللي فينا نعملهم إياها. وكمان هيدا الشيء بيجي من القلب لأنه بدهم يعملوا الأفضل بهالمناسبة اللي عندهم إياها. كمان بيطبق على هالشي على الاكيب يلي بتشتغل بباتشي، يعني كلنا عنا باسيون واحدة، عنا هدف واحد نشوف باتشي الأفضل، ومن هيك منضلنا نعمل تشالنج لحالنا لنخترع قصص جديدة، كل واحد يعني بالدومين تبعه. وأهم شيء أهم شيء عنا الحرفيين يلي بيشتغلوا بإيديهم، مثلا عنا الورود يلي للديكوريتد شوكلت هولي مع هاند ميد، هولي معمولين من حرير بدقة. في ناس اختصاصهم هالشيء لهم سنين عنا، عندهم خبرة واسعة كتير، بيشتغلون بدقة، في باسيون كمان وراها. سو الهاند ميد عند باتشي صار هارت ميد. يعني كل فريق باتشي شو ما كانت وظيفته بالمؤسسة بيشتغل من قلبه وبيعطي من قلبه حتى تكون النتيجة مثل ما عم نشوفها، وأكيد هيدا يمكن من أسرار استمراريتكم عبر كل هالسنين. بريجيت عنا اليوم معروضين باستوديو عدة تيم أو عدة مجموعات، في ثيم رائع اسمه Precious عم نشوفه، وفي سيلر كمان سيل. بدنا نحكي عن Precious قبل، منين استوحيتي هالفكرة؟ دايماً عم نلاحظ أنه في طلب أكثر على التام الكلاسيك عند باتشي، يعني بكلاسيك منعني ألوان الأزرق والزهر. هو الألوان كلاسيك والتام كلاسيك، بس التنفيذ بيكون بطريقة جديدة وخلاقة. يعني بعدها هالتصاميم البسيطة مطلوبة اليوم؟ أكيد دايماً مطلوبة، يعني قد ما نكون عم نحب الأشياء الترندي والمودرن بيضل في مارج كبيرة من العالم عم بتطلب الديزاينات السامبل التراديشنال، الروز والبلو. دخلنا هون الفرفورجي مع الجلد بوينتيه والريه اللي هو هلا ترند كثير مطلوبه، بنشوفها مثلا بأوض البيبيات بتروسو البيبي، الدانتيل الروبان الجروغرام، كلهم هول مواد كثير ناعمه بتعطي يعني لوك هال النعومة والتندريس يلي بنشوفها عند البيبيات. هيدا يعني بخصوص تام مثل المولود الجديد، يعني مجموعاتكم المخصصة للبيبي بتشبه البيبي، يعني نظيف وبريء وناعم. بس في كتير ناس كمان عم بيجوا لعنا صايرين بنحس انه مثل كأنه ما بقى في نظرة للبيبي، يعني في ناس عندهم نظرة البيبي كنوفوني كبريء، وفي ناس عندهم نظرة البيبي مثل كأنه خلق ودغري صار مثلا بيحب الفوتبول، عنده كاركتر معين، دغري كبروه صار عنده مهنة وعم بيعمل سبور. مزبوط، مثلا هديك السنة عملنا تام هو ذا بوس، البيبي خلق وعم بيقول I'm the boss. عرفتي كيف؟ كيف انه مثلا بتسمعي هلا انه بيكون كوبل ناطرين مولود جديد بيقولوا لهم بكره جاي مين يربيكم، او صحيح. عرفتي كيف؟ انه هو اللي فهيدا ثيم معين كمان، هيدا فكره جديده حبيتوا انتم تنفذوها. مزبوط. سو لانه لكل الاذواق، في الاذواق يلي بتحب الكلاسيك، في الاذواق يلي عم تقشع الولد كصبي خلص اجى مع كاركتره مع وجوده، مش البيبي البريء مثل ما قلنا. بريجيت كلنا بنعرف انه باتشي صار اليوم منتشر باكثر من 27 دوله حول العالم ضمن اكثر من 150 بوتيك. مجموعه باتشي بيبي كيف بتواكب هالانتشار وكيف بتتوزع بالاسواق؟
يعني عم نحكي خبرة أكثر من 40 سنة وجود بالماركت بمثل ما قلتي 27 بوتيك إذا 27 دولة 27 سوري دولة 150 بوتيك. إذا بدنا ناخذ الكومبيتيشن يعني مع السنين صرنا نلاقي إنه صار في كتير ناس عم بتقلد ذوق باتشي وستيل باتشي. سو من هيك كان الحل هو إنه نخلق براند خاصة فينا يلي هي باتشي بيبي يلي انخلقت من 5 سنين اللي هي البرايفت ليبل تبع باتشي، يعني براند تصممت خصيصا لباتشي مع الكاركتر البيبي والتيدي بير يلي عنا اياهم هلا مع بتعمل سيلر هون جبناهم معنا على الباتشي. خلينا نلقي نظره على هالمجموعه بتجنن. هيدي اكيد للبيبي بوي. يس السيلر تام موجود بس للصبيان. دونك باتشي بيبي هي هالبرايفت ليبل اللي اخترعناها يلي من 5 سنين لهلا بنشوف هول الكاركترز كل يوم بقصة مختلفة، كل تام مختلف عن الثاني. يعني هلا عنا سيلر، عنا كمان بالبوتيك تام السيركس للصبي وللبنات. هيدي مجموعات كلاسيكية يعني بتبقى من وقت ما يعني أسستوا هالفرق. مزبوط. كل مرة بتتغير القصة، الكونتكست، الايتمز، الديكور. سو دائما في تجدد بالكولكشن يلي بنعملها، وهيدي كانت الطريقة لنقدر نعمل شيء خاص فينا يكون موجود بهال 150 فرع بالعالم ويكون اونيك وما حدا يقدر يقلده. يعني هل في خصائص بتاخذوها بعين الاعتبار بالنسبه لتوزيع وتسويق ماركت باتشي بيبي؟ اكيد هي الكوليكشن بتكون كثير واسعه وبنترك مجال يعني لكل اداره بلد انه يشوفوا حسب شو اللي بيناسب عوايد هالبلد. نحن قد ما نعمل ريسيرش ودراسات ونكون صحيح. نعرف هن كمان بنتكل على خبرتهم بهالشيء. يعني مثلا عندك مثل بوتيك بفرنسا مش رح ياخذوا السوفينير للنيسانس الكبير، بنقوا بطريقه معينه بالتقديم مع الكادو. اوقات ما بيكون في كادو كادو دو روتور. نعم. ما كثير يعني بدك اذا بدك اللبنانيه برزنتيشن كمان بتختلف بين دوله واخرى بتختلف. بس هن كلهم بيكونوا كل البوتيكات عم بينزلوا بذات الوقت ذات الكوليكشن بس باختلاف بالمضمون يعني وحسب كل بلد. كلنا بنعرف بريجيت انه عالم الشوكولا عالم كثير واسع وعندنا خيارات كثيره، ولكن اكيد اسم باتشي اسم عريق من اعرق الاسماء. شو اللي بيميزكم عن بقيه الماركات الموجوده بالسوق المحلي والاقليمي؟ باتشي مؤلف من 55 فليفرز مختلفه او حشوه مختلفه. باتشي هو الشوكولاتي الوحيد بالعالم العربي يلي بيصنع وبيستورد مواد أولية فاخرة وبيصنعهم بالمعامل حسب رسات خاصة فيه، وهالشي سمح التنوع الكبير اللي عنا إياه. يعني عنا الشوكولات ديكوري يلي فينا ناخدهم للمناسبات الخاصة مثل الودينج مثل البيبي، عنا البري باكت البوكسز يلي موجودين اوريدي فينا ناخدهم كسوفينير أو فينا ناخدهم للبيت كادو قصدي أو فينا ناخدهم بالبيت لنضيف منهم، وفي عنا المناسبات يعني مثل كريسمس مثل إيستر مثل رمضان. هولي كمان من الجام الواسعة اللي عنا إياها، وعنا كمان جام باتشينو اللي هي للولاد من 4 لـ11 سنة عبارة عن بوكسز فيهم تويز جادجتس وفيهم شوكولا. وبحب أقول إنه الشوكولا تبعنا ما فيه أديتيفز يعني ما فيه أرتيفيشال فليفرز، سو من هيك كتير بيناسب الولاد وصحي. كل ماركات الشوكولا بريجيت اكيد بتشتغل على برزنتيشن بالنسبه لنا كزباين ومستهلكين، كله حلو بنلاقيه بالنسبه للديزاين، ولكن اللي بفرقكم انتم هيدا يمكن اللي بيميزكم هو انه طعم الشوكولا ونوعيه الطعم والمواد اللي ذكرتيها. قد ايه بتحطوا اهميه على هالموضوع؟ اكيد دائما يعني بيطلعوا بشيبس جديده بفليفرز جديده بالاتوليه الشوكولا، كمان بيستوردوا مثل ما قلنا افخر المواد الاوليه كرمال يعملوا الشوكولا الخاص فيهم حسب الريسيت اللي عندهم اياها اللي هي السيكريت ريسيبي تبع باتشي. وكل سنه بنجرب نجدد بالبرودوي، يعني بالبيبي هلا عنا شيء جديد هي السوسات شوكولا، في منا بشوكولا بلان، في منا ميلك شوكولات.
دايما يعني اوكي عم بيجوا ياخذوا من عنا شوكولا بس كل مره بيشوفوا مثل برودوي جديد نعم. معقول فكرة جديدة بتتروج بسرعة. في شيء عندكم كمان اسمه سبيشال اوردر اللي عندهم فكرة مميزة او فكرة خاصة بدهم اياها بس لإلهم حابين ينفذوها، انتم اكيد بتطلبوهم. اكيد يعني في عندنا كل سيزون ستة تام، وإذا اجى حدا لعنا وما لقى طلبه من هالستة تام عندنا هال السيرفيس يلي هو سبيشال اوردرز، وفيكم تشوفوا اكزامبلات على الفيسبوك بيج تبعيتنا حاطين كذا اكزامبل. بالسبيشال اوردر بيكونوا الاهل عندهم فكره معينه وبيطلبوا مساعدتنا لننفذ لهم اياها، يعني بيكونوا كلاينتس لباتشي وبيحبوا شوكولا باتشي ومصرين انه يعملوا شوكولا من عند باتشي، سو بنشتغل على الديزاين معهم، على التفاصيل كلها، على الديكوراسيون، على السوفينير حتى، وبنبعث اكيب لعندهم على البيت اذا بيحبوا انه يعملوا الديسبلاي عندهم نعم. بالبيت. مجموعه باتشي بيبي منتشره حول العالم وبالاخص بالدول العربيه مثل بقيه مجموعات باتشي؟ اكيد موجوده وين ما كان، وين ما في بوتيك باتشي في باتشي بيبي، واذا بيحبوا يعرفوا الادرسات فيهم يتصلوا بالكاستمر سيرفيس او يشوفوا الويب سايت. نعم. شكرا لك بريجيت داهر عزار. للمزيد من التفاصيل لمشاهدينا الويب سايت عم بيمرق امامكم وبتلاقوا كل ارقام مختلف فروع باتشي. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي. وقفي مشاهدينا واللايف بكمل.